انا مخنوقه، اما اروح اشغل لي اي اغنيه كده ارفعها عن نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حال ناس كتير جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه ده، لما يحسوا بخنقة يقولوا هنسمع اغنية او فيلم او اي حاجة ارفعها عن نفسي علشان ارتاح نفسيا، ولكن هم معتقدين ان الراحة النفسية في الاغاني، وما يعرفوش ان الراحة النفسية الحقيقية في سماع القرآن الكريم. جربوا كده لما تحسوا بخنقة تسمعوا القرآن الكريم، هتحسوا براحة نفسية حقيقية بجد، وهتاخدوا طبعا اجر عظيم. عايز اقول لكم كمان واكد عليكم ان الاغاني حرام، وناس كتير عارفة ان الاغاني حرام وبرضو بتسمع اغاني. تحريم المعازف والغناء ليس فيه خلاف بين ائمة الاسلام، وقد اتفقت المذاهب الاربعة على تحريمه، والدليل من القرآن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. المفسرين اللي استدلوا بالآية دي على تحريم الغناء هم جمهور المفسرين، وعلى رأسهم ثلاثة من علماء الصحابة، وهما عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ولا شك أن الصحابة أعلم الأمة بمراد الله من كتابه. والدليل من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. بس كده مش حابة أطول عليكم علشان مدة الفيديو، وأسأل الله العظيم لي ولكم أن يهدينا جميعا لصالح الأعمال، وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.